تقول انساك علمني طريق الصد والنسيان قبل ما تفرض علي قسوة تذكر اننا ننسى قبل ما تفرض علي قسوة تذكر اننا ننسى سليمان. يمكن أول شيء يطرى في بالي كسؤال، أسمع سليمان القصار دائما في الكاسيتات اللي تكون عبارة عن حفلات، لكن كألبوم صدر خصوصا لك أنت يعني وأنت منتشر بالخليج وبالكويت وعلى مستوى كبير، نعم. ليش ما فكرت إلى الآن ما يكون في كاسيت خاص ولا ألبوم خاص يطرح في الأسواق لسليمان القصار؟ والله هو حاليا في يعني مشاريع كذي إنه في نسوي ألبوم وكذا، بس في نزل في أشعار وغناوي حق بروسلي في غناية اللي هي تذرف مهرجانات، لكن مهرجانات خاص. لكن كخاص يعني بعد من غير شيء الحمد لله منتشر، ما يحتاج بعد حط ألبوم. بس انت تعرف يعني المستمع دائما يحب يسمع الشيء، هو كطرب شعبي لازم يكون تأدي مع ناس عشان تتفاعل وياهم. احنا غير الموسيقيين، الموسيقي والفنانين الموسيقى احنا نتفاعل اكثر، كمطربين شعبيين نتفاعل اكثر مع الناس، نتفاعل اكثر في يعني نحس فيهم ويحسون فينا، في فرحهم في حزنهم، فيختلف عنه. لما ادي بكاسيت مهما يكون لازم يكون في جمود، ما هو حي بالدرجه اللي انا ابيها. احنا حتى انا قاعد اشتغل بالاستديو، اشتغل حق الاعراس شغلهم حفلاتهم، احاول قدر المستطاع شفت نكون الكم المجموعه حوالي 14 نفر يشتغلون غير الاستديو عشان اعطي روح العرس نفسها. احنا ودنا ناخذ منك بعد معلومه زياده. اللي يسمع صوتك الحين ما يسمع صوتك وانت تغني سليمان، يعني طبقه عاليه جدا، ما تتعب عندك الاحبال الصوتيه؟ هذا صوتي يعني مثلا كان شفني قاعد اغني نفس صوتي، بالعكس صوتي يقول لي ناعم، معنى الحين انا خشن شويه. ها انت بتسمع صوتي وانا فوق يعني مثل مثلا اسمع الحين اتغني انا اتكلم ودانا داني ودانا دانا داني ودانا حبيبي لا تبتعد عني دانا داني يا دانا نفس الشيء. نفس الشيء بس انا دائما يمكن في الكاسيت اسمعها اعلى شويه، أنا يمكن من الصوت من السبيكرات والفلتر اللي يحطونه او سرعه الشريط بتكون شويه اسرع، اما صوتي انا اساسا هو في نبره شويه عاليه عشان كذي مع العود ما يمشي فلازم. سليمان في بعض المطربين يسعى وراء الكلمات، هل سليمان القصار تأتي الكلمات ويغنيها ولا هو مثلا ممكن يسمع أغنية عاطفية يعجب فيها يمكن على الطيران تصير؟ انت تاخذ الاغنيه، احنا نسمع الاغنيه، اغنيه كوجه ماكو اغنيه سماعيه يسمونها، واكو اغنيه تصلح تاديها بالفرح، الناس تحبها وتحب يستانسون يرقصون عليها ويعني ايوه طقطقه، فاحنا ناخذها. المطرب يغنيها طبعا، هو المطرب ما راح ناديها نفس اداء المطرب، المطرب يؤديها كطربيا، بس احنا كشعبيا يستسيغها الناس اكثر، يمكن نسرعها شويه، ندخل عليها صاجه، ندخل عليها دقه صقله الطار فتحس فيها اليبا، فيحس ان فيها روح شويه اكثر. المطرب تسمع بالسيارة أوكي، لكن هل تسمعها؟ لا تسمعها في حفلة أحسن. طلب سليمان القصار إلى دول الخليج انتشار، طلب الخليج من أهل الكويت وطيب أهل الكويت، شيوخنا وحبايبنا والناس اللي عارفونا هم يودون شرطتنا ويمدحوننا هناك عندهم عدل، فهم بدورهم ينادونا نحيا أفراحهم، والحمد لله في الإمارات وفي البحرين لنا باع طويل طبعا وياهم، وفي السعودية شفت الحلوة قبل شيء من القهوة العربية توصل حارة. لكن كمهرجانات غنائية مو مش مجرد أفراح يعني مهرجانات، في أنا السنة أول سنة رحت فيها دعيت لحفلة لعرس في عمان، فكلمونا هناك على مهرجان الخريف اللي بيصير عندهم، وإن شاء الله راح يكون في مشاركة، وأستاذ سعود راح يلحن، وأستاذ راشد بروسي راح يكتب الكلمات، وراح يكون إن شاء الله شيء حلو.
سليمان ايضا بالنسبه بما انك ذكرت راشد بروسلي، يعني انت لك تعاون معه. طب راشد حبيبي، راشد يعرف انا شنو ابي، مثل ما سعود شنو يلحن لي، يعني خلينا نقول ان اكثر ناس يفهمون سليمان قصار سعود المسعود وراشد بروسلي. اي والنعم فيهم. راشد عارف شنو انا، من لما اقول له والله انا ابي اغنيه لعرس كذا 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 كذا، فهو ياخذها وتصورها ويجيب لي رؤوس الاقلام ويقعد ويصف الكلام، يعني يتعب وياي. إيه يعرف شنو أنا أبي، شنو تصور، يعني نفسية كل فرح ما بين فرح وآخر تختلف. تقول أنساك علمني طريق الصد والنسيان، قبل ما تفرض علي قسوة ذكرين أنا نسان، قبل ما تفرض علي قسوة ذكرين أنا نسان. وداني وداني الشم، وداني وابتعد عنا تذكر اننا ننسى، واقول لك